السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا الان كنتواجدوا في محطه القطار، وبالضبط في المحطه اللي كتربط ما بين خط محطه القطار المسيره. كيف ما كتشاهدوا الاخوان، كتشاهدوا بان المحطه فارغه لا من السيارات ولا من الركاب، في حين ان كنشوفوا هنا في هذا المجال هذا، هذه المحطه ديال فاس مكناس. هذه المحطه هذه كتشتغل يعني كتربط ما بين مكناس بين الخميسات بين سيدي قاسم. كيف ما كتشاهدوا الاخوان، يعني الاخوان ديالنا في الصيف الاول بانهم خداو على العاتق ديالهم هذا الاعتصام او هذه الوقفه احتجاجيه، في حين ان كنشوفوا يعني ابعد مدى المحطه ديال المرجا، الاخوان ديالنا تا هما خداو على العاتق ديالهم ان هذه الوقفه. الاخوان هذه الوقفه هذه جات بناء على واحد المعطيات، هذه المعطيات اللي هي جات بناء جات هذه المعطيات على شكل قرار عاملي، وهذا القرار العاملي هذا القرار العاملي اخويا، حنا كسائقين مهنيين ديال الصيف الاول عندنا ما يفوق على 30 سنه وحنا كنشتغلوا داخل المجال الحضري. يعني بين عشيه وضحاها جا السيد الولي قال لك اخويا غادي ديكاجيو من المدينه. كيف يعقل؟ السيد الولي بصفته انه النائب الاول او الممثل الرسمي ديال صاحب الجلاله نصره الله، يعني عنده السلطه وعنده حق الرفق بالمواطن الفاسي، كيبان بان هذا السيد هذا او مشكور اللي هو السيد الولي ما راعاش يعني القدره الشرائيه ديال المواطن. مع العلم ان السيد الولي كيتحمل واحد المسؤوليه ديال توفير النقل لجميع المواطنين. بناء بالاضافه الى هذا اننا كنشوفوا بان المحطات اللي حنا كنتحملوا الاداء الضريبي ديالها، كنشوفوا هذا النماذج ديال المحطه. مع العلم انه قاولنا وعهدنا بتهيئ المحطات، والراي العام يشوف هذه المحطات هذو اللي كنأديو لهم حنا الضرائب وكنخلصوا لهم، يعني ما كاينش التهيئه ديال المحطات بصفه عامه. هنا كنلقاو هنا سائق مهني كيشتغل في ظروف قاسيه، الشتا عليه الشمس عليه، المراحيض ما كاينينش، المساجد ما كاينينش، في حين ان في يعني في الاجتماعات اللي تخصات السيد الوالي والسيد العمده قالوا لنا بانهم غادي يقوموا بتهيئه المحطات. تهيئه المحطات مازال ما خرجت الارض الواقع، في حين انه جاء وفرض عليا واحد القرار عاملي اللي انا بالنسبه لي كسائق مهني كنعتبره بانه قرار مجحف في حقي انا. شنو تيقول هذا القرار العاملي؟ هذا القرار العاملي تيقول لك بان اول حاجه بانك الرجوع للمحطات. حنا المحطات ما عندناش قرار ديال المحطات، فين غنمشيو؟ بالاضافه الى انه حول لك المسارات. بالله عليك انا غنهز مواطن من باب مفتوح نطلعو البنسوده ندير به ندور به، نطلعو انا على سيدي بوجيده على بن دباب ونهود به على واد فاس على البومبه البيض، كيف يعقل؟ مع العلم اننا هذا الخط هذا ديال باب مفتوح كنشتغلوا به عبر شارع الرياضه. مثلا نقولوا شارع الرياضه يعني مرور بمحطه القطار. هذا الباب الاول، الباب الثاني تيقول لك بان حنا ناس غير مؤهلين وناس ما كنراعيوش المصالح ديال المواطن الفاسي. حنا كنبغي نقول لجميع المسؤولين وجميع المواطنين بان السائق المهني ديال الصيف الاول راه تيراعي القدره الشرائيه ديال المواطن. بالله عليك واش كاينه في شي مدينه ان اقل تعريفه بالنسبه للطاكسي 3 دراهم؟ انا كنهضر على الصيف الاول. حنا كنهزو السائق يعني كنهزو المواطن ب 3 دراهم، واصعب يعني واطول مسافه على سبيل المثال عوينه الحجاج او ما يسمى المشرق بن سوده 13 كيلومتر ب 15 ب 5 دراهم. بالله عليك واش هذه ماشي مراعاه بالنسبه للقضيه الشرعيه ديال المواطن؟ انا اللي تنبغي نقول وتنبغي نثير ليه هو ان السيد الوالي اللي هو كنعتبروه بمثابه النائب الرسمي ديال صاحب الجلاله نصره الله، كيف يعقل هذا النداء كنوجه للسيد الوالي؟ كيف يعقل السيد الوالي انك والي جهه فاس مكناس؟ فمكناس الصنف الاول يشتغل داخل المجال الحضري بدون حاسب ولا رقيب، في حين انك غتنزل لي قرار عاملي كتمنع فيه السيارات ديال الصنف الاول اللي هو الطاكسي كبيره فاس باش ما تشتغلش في المجال الحضري. انا تنقول من هذا المنظور بان هذا المنزل في جهه مجلس المتناقضات في القرارات ديالو، ولهذا حنا كنطالبوا السيد والي الجهه والسيد رئيس مكتب الاقتصاد باش ياخذ بعين الاعتبار القدره الشرائيه ديال المواطن، وياخذ بعين الاعتبار يعني هاد الاسر اللي دابا هذه 3 ايام
هما كيتحملوا العناء ديال الغربه ديالهم على الولاد ديالهم، وانا كسائق مهني كنبغي نقول لكم انا 3 ايام ما مشيت للدار عند ولادي، ما عارفينيش فين انا حاليا. تفهمنا؟ حنا ما تنقولوش المعاناه يعني الخاصه، حنا كنهضروا في مجال عام اللي هو ديال مجال ديال النقل ديال الصنف الاول في مدينه فاس. ومن هذا المنبر حنا كنناشدوا جميع السلطات باش يفكروا بواحد العقلانيه وبواحد ويكونوا ناس ميدانيين بمعنى اصح. انا كنطالب من السيد الوالي والسيد رئيس مكتب الاقتصاد وجميع من له السلطه في هذه البلاد باش يكون ميداني، ماشي ياخذ شي قرار حتى يهود للساحه ويهود للميدان ويعرف الارتصامات ويحاولوا يديروا بما يسمى بالملك خطوه طوار، لان هذا غادي يكون هو الفاصل فيما يخص هذه الباب هذا. وشكرا لكم وتحياتي للجميع.